السلام عليكم، أنا أحمد صبحي. دي المحاضرة الرابعة في السباينال كورد. كنا بنتكلم فيها على السباينال كورد ديسيزز. كنا شرحنا من شوية في المحاضرة السابقة، شرحنا البراون سيكوارد سندروم والأنتيرو سباينال كورد أرتري أوكلوجن والسب كومبايند سب أكيوت كومبايند ديجنريشن أوف ذا كورد، وشرحنا ترانسفيرس مايلتس. دلوقتي هنشرح برضو موضوع مهم جدا جدا جدا، هي موضوع السيرينجو مايليا. هنشرح دلوقتي الموضوع الخامس معانا، موضوع اللي هو السرينجو. سرينجو مايليا. بص يا جماعة، كلمة سرينجو دي متاخدة من كلمة سيرن، متاخدة من كلمة سيرنس اللي هي عبارة عن كافيتي. هو اللي بيحصل عندنا، احنا كنا ذكرناها في الرسمة ديت، قلنا ان السيرينجو مايليا هو عبارة عن كافيتي بيتكون في قلب السنترال بتاع الكورد عندي، وبالتالي الكافيتي دي لما يكبر اول حاجة هيتأثر عليها هو الديكاسيتنج فايبر بتاع البين والتمبريتشر، ويأثر كمان على الانتيريور هورن سيل. تمام، وكمان في بعض يعني حاجات كمان، ان هو ممكن كمان يأثر على ان هو يأثر كمان على الكورتيكال او الكورتيكو سباينال بتاع يعمل عندي ابر نيرون ليجن. طيب المرض ده بيعتبروه من الديجنريتيف ديسيز، ان بيبدأ يتكون عندي كافيتي مليان بالفلويد، والكافيتي ده بيكون ممتد في قلب الكورد نفسه بالمنظر ده. اشهر مكان بيتكون فيه الكافيتي ده، اشهر مكان يتكون فيه الكافيتي هو من السيتو، خلي بالك بقى، لحد مين؟ لحد الثراث الفرتبري رقم 9. عشان كده الاعراض بتاع الراجل ده بتبقى مميزه قوي. ليه بقى؟ احنا زي ما قلنا ان هو هيضرب مين؟ هيضرب الديكاسيتنج فايبر، فيحصل لوس للبين والتمبريتشر فقط. فين بقى؟ يحصل لوس في البين والتمبريتشر في المنطقه دي من الجسم. انهي منطقه؟ لو انا جيت رسمت الراس كده، رسمت النك ورسمت الابر ليمب كده، فيحصل لوس في البين والتمبريتشر، البين والتمبريتشر في المكان ده. عشان كده بيسموه عامل كأن واحد بالظبط لابس ايه؟ لابس جاكيت، خلاص؟ فبيسموها جاكيت ديستريبيوشن. يبقى بيحصل لص في البين والتمبريتشر. ده مهم بقى، يجيب لك السؤال ده كده بالظبط، يقول لك واحد، خلاص، ده بيجي غالبا في الرجاله ميل بيشنت في منتصف العمر، يعني من حوالي عنده حوالي من 20 ل 30 سنه. تمام، بيقول لك عنده، يبدأ يقول لك سيمتومز بتاعت لوس اوف بين وتمبريتشر في منطقه الابر ليمب ومنطقه الابر سايد. طب خلاص، كويس قوي. الحاجه الثانيه، لانه مهم جدا ان هو بيأثر في المنطقه من اول C2 لحد T9، من اول C2 لحد T9، فافتكر دي المنطقه كمان اللي بيكون موجود فيها السمباثيتك تشين. تمام، فلما اضرب السمباثيتك تشين يعمل كمان هورنر سندروم. خلاص، كنا شرحنا الهورنر سندروم ده في الفايل اللي شرحنا فيه النيرف سبلاي اوف ذا ماسل اوف ذا اي. تمام، فده مهم جدا، فيضرب يعمل عنده سمباثيتك، يضرب السمباثيتك تشين فيعمل عندي هورنر سندروم، وده مهم جدا. تمام، طيب الحاجه المهمه جدا بقى في المرض ده، ان هو بيكون مصاحب ليه مرض تاني مهم جدا اسمه الارنولد كياري مالفورميشن، خاصة الارنولد كياري تايب 1. هنشرح الارنولد كياري دلوقتي بعد ما نخلص الجزء. تمام، طيب يبقى الراجل ده هيبقى عنده في المنطقة دي لوس اوف البين والتمبريتشر، خلاص، لكن خد بالك ان الفاين تاتش والفايبريشن والجوينت بوزيشن بريزرفت، لان هو ما بيضربش الدورزال كولن، ده بيضرب الديكاسيتنج فايبر من النص. طيب نشخصه ازاي المرض ده؟ لما نعمل ام ار اي الاقي في عندي كافيتي. موجود فين؟ موجود عندي في قلب السباينال كورد في كافيتي. طب ده علاجه ايه؟ علاجه ان انا اشيل الكافيتي ده، فعلاجه سيرجيكال. خلاص، مرض بسيط جدا ولذيذ، بس مجرد ما نبقى احنا فاهمين الكونسبت بتاعه هنستوعب كل كلمه موجوده فيه.
خلاص تمام كده. طيب طيب احنا قلنا كمان اتكلمنا على الهورنر، وقلنا في الانفستيجيشن بتاعته نعمل ام ار اي، وقلنا كمان على موضوع المانجمنت بتاعته ان احنا نعمل سيرجيكال مانجمنت. السؤال مثلا اللي جه قبل كده جه بيقول لك واحد ميل بيشنت عنده حوالي 25 سنه، جايب ويكنس وجايب ويستنج في السمول ماسل اوف ذا هاند، تمام كده؟ تمام. طيب وبعدين السؤال كان ايه بقى؟ بيقول which one of the following features would most support the diagnosis of syringomyelia؟ كان الاختيار ايه؟ loss of temperature sensation in the hand. ده شيء منطقي، احنا قلنا لان هو الكافيتي اللي موجود ده هيأثر على الانتيرور هورن سيل. خلاص احنا لو طلعنا فوق كده في الرسمه دي كنا احنا قلنا الكلام ده، قلنا ان هو بيأثر على الانتيرور هورن سيل، خلاص فلو أثر على هيعمل weakness of the hand. طيب ايه الدليل ان دي سيرينجوميليا؟ ان يكون كمان ضرب الديكاستيتنج فايبر فيكون معاها لوس في التمبريتشر سنسيشن في قلب الهند، وده كان الاختيار. تمام. طيب الحاجه الثالثه عندنا الخاصه بالسباينال كورد واللي هي مهمه جدا، حاجه اسمها ارنولد كياري مال فورميشن. ايه بقى السندروم ده او ايه المالفورميشن ده اللي بيحصل عندي ده؟ هو الموضوع كله عباره عن مشكله في تصريف السي اس اف. احنا عارفين ان السي اس اف بيبقى ليه زي حنفيه كانت تتكون منه وليه زي بلاعه خلاص بتنزل منها السي اس اف. الفكره كلها هي مشكله بتحصل في قلب السيربيلم. السيربيلم عندي ادي عندي البرين بيكون بالمنظر ده كويس، بعد كده ينزل عندي منه البرين ستيم ثم ينزل عندي السباينال كورد، تمام، وبيكون حوالين الكورد موجود ايه؟ موجود المنبع اللي هينزل منه السي اس اف من البرين. طيب ايه بقى اللي موجود ورا هنا؟ السيربيلم. السيربيلم موجود في المكان ده، اخر حته من السيربيلم ده ايه؟ بيسموها التونسل. هي حاجه عامله زي اللوزه كده بيسموها التونسل. لو التونسل دي حصل لها هيرنيشن هتبدا تضغط على مين؟ تضغط على المنبع او تضغط على المصرف بتاع السي اس اف. خلاص. طيب فالارنولد كاري فيه منه انواع. النوع الاول ان هو بيبدا يحصل حاجه اسمها هيرنيشن اوف ذا تونسل. النوع الثاني ان بيحصل هيرنيشن للتونسل وتشد معاها البرين ستيم لتحت. النوع الثالث هو النوع رقم 2 اللي هو الهيرنيشن اوف ذا تونسل ويشد معاها جزء من البرين ستيم، اضافه كمان ان السيريبيلم بيكون فيه مال ديفلوبمنت، يعني برضه هيبقى في عندي سيريبيلر سيمتومز في المريض اللي هو النوع الثالث ده، وده نوع اجريسيف شويه. خلاص. طيب المشكله كلها فين؟ المشكله كلها ان هي بتسد البلاعه بتاعه السي اس اف، فتعمل ايه؟ فالسي اس اف يتجمع في البرين فوق فتعمل عندي هيدروكيفلس. طيب الهيدروكيفلس ده لو جه في طفل هتلاقي عنده دماغه كبيره، صح؟ طب لو جه في واحد ادلت هيبقى شكله عامل ازاي؟ لو جه في واحد ادلت يا جماعه هيعمل عندي اعراض الهيدروكيفلس اللي هي بتلاقي عنده هيدك، خلاص عنده نيك بين عنيف، الهيدك ده يزيد مع الكوف مع الفالسالفا مانوفر، يزيد مع اي اكسرسايز. خلاص. ومن الحاجه الاسوسييتد مع الارنولد كياري هو مين بقى؟ هو السيرينجو مايالي. خلاص. طيب فهي اهميه الارنولد كياري هنا في النقطه دي بس ان هي بيكون معاه اسوسيشن السيرينجو مايالي. تمام. طيب احنا كده تقريبا قلنا معظم الديسيز بتاعت السباينال كورد، فانا هعمل لها ريفيجن سريع كده معاكم. اول حاجه احنا قلناها هي البراون سيكوارد سيندروم، وقلنا ده عباره عن هيمي سيكشن في السباينال كورد، فانا هضرب هنا مين؟ هضرب البين والتمبريتشر كونترا لاترال، واضرب الفايبريشن والفاين سنسيشن والسنسيشن اوف ذا جوينت بوزيشن ابسي لاترال. تمام. طيب المساله فيه كده يقول لك في ناحيه من جسمه فقد البين والتمبريتشر، في ناحيه من جسمه فقد الفايبريشن، لكن في الناحيه الثانيه من الجسم فقد البين والتمبريتشر. مين ده؟ ده البراون سيكور سندروم اللي عباره عن هيمي سيكشن في السباينال كورد، يحصل بسبب تروما او بسبب تيومر او بسبب مالتيبل سكلروسيس. ثاني حاجه عندي هو الانتيريور سباينال ارتري اوكلوجن، وده بيضرب الانتيريور تو ثيرد اوف ذا كورد، فيعمل لور موتور نيرون ليجن ات ذا ليفل اوف ذا اوكلوجن، بيلو ذا ليفل يعمل ابر موتور نيرون ليجن، ويعمل فقد في البين والتمبريتشر سنسيشن. تمام. فبرضو القصه تيجي كده، تيجي ان واحد عنده ايه؟ عنده loss of pain and temperature
مع مين؟ مع سيمتومز اوف ابر موتور نيرون ليجن. الاثنين دول اتجمعوا مع بعض فين؟ في الانتيريور سباينال ارتري اوكلوجن. ثالث مرض عندنا هو سب اكيوت كومباين ديجنريشن، ده بتاع نقص الفيتامين بي 12، ده اللي بيضرب الدور زي الكولن وبيضرب اللاترال كورتيكو سباينال تراك، فيقدر يعمل ابر موتور نيرون ليجن ويعمل لوس في الفاين والفايبريشن والجوينت بوزيشن، ونشخصها بالام ار اي الاقي انكريز السيجنال. خلاص لو انا كنت عامل بالتي 2 تمام. رابع مرض عندي هو ترانسفيرس مايلايتس، ده عباره عن انفلاميشن بيحصل في سيجمنت في قلب السباينال كورد. بيجي شخص عنده فيفر، جه بعدها سنسوري سيمتومز او موتور او اوتونوميك، بشخصها بالام ار اي لو انا كنت حقنه جادالينيا، بيبقى في انكريز انهانسمنت اوف الجادالينيا، علاج كورتيكوستيرويد، بلازما فريسز، وتالت مرحله عندي هي الاميونو سيرابي. المرض الاخير عندي هو السيرينجوماياليا اللي بيكون مصاحب للارنولد كياري سيندروم، ده عباره عن كافيتي بيتكون في قلب السباينال كورد، اشهر مكان بيجي فيه من سي 2 لحد تي 9، علشان كده قلنا الكافي ده هيضرب الديكا سيتنج فايبر فبيعمل جاكيت لايك سنسوري لوس اوف البين ات تمبريتشر، بيعمل كمان يضرب السمباثيتيك تشين فيعمل هورنر سيندروم. الراجل ده كمان الكافيتي الكبير ده بيضرب الانتيرو هورن سيل. المسألة اللي جت قبل كده قال لك عيان عنده ويكنس في السمول ماسل اوف ذا هاند، خلاص ايه الحاجه اللي تقول لك ان الشخص ده عنده سيرينجوماليا؟ لما تلاقي لوس اوف البين ات تمبريتشر في الهاند، بنشخصها بالام ار اي، بلاقي فيه كافيتي، والحل ان انا ادخل اشيل الكافيتي ده. الارنولد كايلي مال فورميشن، ده عباره عن مال فورميشن بتحصل بسبب هيرنيشن اوف ذا تونسل اوف ذا سيريبيلم. في منه النوع الاولاني مجرد هيرنيشن اوف ذا تونسل، النوع الثاني هيرنيشن اوف ذا تونسل وتشد معاها جزء من البرين ستيم، النوع الثالث هي عباره عن النوع الثاني مصاحب ل مال ديفلوبمنت اوف ذا سيريبيلم. تمام، القصه فيها كلها زي ما قلنا ان هي بتسد البلاع، يعني بتسد المصرف بتاع السي اس اف، فتعمل عندي هيدروكيفلس. الشخص يشتكي بايه؟ يشتكي بهيدك، يشتكي بنيك بين، الهيدك دي بتزيد بالفالزالفا وتزيد بالكوف. تمام، احنا كده تقريبا عملنا كفر لكل الحاجات اللي بتيجي في السباينال كورد. في بس اخر حاجه كده اللي هي حاجه اسمها السباينال كورد ابسس. ايه القصه دي؟ ده عباره عن واحد بياخد اي في دراج ادكت، اي في دراج ادكت، خلاص؟ طيب ماله بقى؟ الشخص اللي عنده دراج ادكت ده لما يبدا على طول يشتكي من اي نيورولوجيكال ديفيسيت، تشك في ايه؟ تشك من ضمن الحاجات اللي هو السباينال كورد ابسس ده، خلاص؟ طيب الموست كومن اورجانيزم هو بياخد دراج ادكت، اي في دراج ادكت، فبدا يحصل له نيورولوجيكال سيمتومز. خلي بالك من الشخص ده لانه ممكن يكون عنده بارا سباينال ابسس، يكون عامل كومبريشن على السباينال كورد وعامل له نيورولوجيكال ديفيسيت. اشهر اورجانيزم طبعا مشهور جدا في الدراج ادكت هو الستاف اوريوس، خلاص تمام قوي. يعمل نيورولوجيكال ديفيسيت برضو بنشخصها بالام ار اي، الام ار اي يبان عندي الابسس ده حوالين السباينال كورد، خلاص. ولو عملنا سي اس اف، احنا عارفين طبعا ان في حاجه كده مميزه في السي اس اف، لما يكون في بكتيريا بتلاقي فيه ان البروتين عندي بيزيد، ده مهم جدا، وتلاقي الجلوكوز عندي يقل، خلاص الجلوكوز عندي يقل، وتلاقي التوتال ليكوسيتك كاونت عندي في سي اس اف او الوايت بلاد سيل يعني بتلاقيها عندي زياده في السي اس اف، خلاص. طيب خد بالك من نقطه مهمه تانية، ان البيشنت اللي هو الدراج ادكت ده مشهور جدا انه ممكن يتكون عنده فيجيتيشن في الهارت، فممكن يعمل اي امبولايزيشن ويكون هي دي سبب الديفيسيت، خلاص. فهي المساله ممكن تبقى كومبايند كده، لكن مش عايزين ننسى موضوع البارا سباينال ابسس. بارا سباينال ابسس، والله انا لو جالي واحد اي في دراج ادكت وعنده نيورولوجيكال ديفيسيت، اول حاجه هفكر فيها بالنسبه لي هفكر في فيجيتيشن، وافكر في انفكتيف اندوكاردايتس، وتكون هي عامله ديستال امبولايزيشن وعامل له مشكله في البرين فعامل له ستروك، او حتى قافله السباينال كورد سباينال ارتري خلاص وعامله له النيورولوجيكال ديفيسيت ده. لكن موضوع الابسس ده هيبقى صعب شويه. اول ما احنا كده خلصنا كل الديزيز بتاع السباينال كورد، اتمنى ان تستفيدوا بيها. يا ريت بس الناس تديني فيدباك ايا كان نوع الفيدباك ده، اي ملحوظه
تتبعت طبعا، ولو في اي ميستيك حصل في الفيديوز يا ريت اتبلغ. شكرا لك.